ما إن يحل فصل الصيف حتى يتملك التجار والمواطنين الخوف بسبب الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها جراء انقطاع التيار الكهربائي، الظاهرة التي تتكرر بصفة دورية خاصة في الأيام التي تعرف ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة. لأنه أعتقد أنه الشركات الكبرى والمصانع الكبرى عندها بدائل مولدات كهربائية يمكن المحافظة على منتوجها، ولكن الخطر يكمن في سلسلة التسويق الأخيرة عند التجار، يعني التجزئة، وهنا لا يمكن الوقوف على مدى خطورة الأمر إن لم تقع هنالك تسممات غذائية، لكوننا لا نستطيع رقابة جميع المنتوجات التي كانت في أجهزة التبريد والتي تعرضت إلى التلف. بالمقابل من هذا، يتكبد العديد من التجار والخبازين خسائر بالجملة جراء انقطاع التيار الكهربائي، خسائر تضاف إلى سجل الاقتصاد الوطني. فصل الصيف يعني كاين مواد كثيرة وكثيرة جدا اللي تأثر بهذه الحرارة. الآن مثلا التاجر يكون عنده مبردات يعني باش يبرد المواد نتاعو، عندما تنقطع الكهرباء وخاصة بعض الأحيان تنقطع في الليل، التاجر يكون يعني يمشي يخلي المواد نتاعو الصباح كي يجي يلقاها كاملة فاسدة. وعلى الرغم من الاحتياطات الكبيرة والحملات الكثيرة للحد من انقطاع التيار الكهربائي، إلا أن هذه الظاهرة تطفو بقوة كلما جاء فصل الصيف، المعاناة تتضاعف، فمتى يرتاح زبائن سون الغاز من هذه المعاناة؟